مباشرة احنا كنأكدوه في الجبهة الوطنية بأن الرأي الأخير ديال مجلس المنافسة جاء بغير محله ولم يأتي بجديد، وحاول تطبيع المعارضة مع الأسعار الفاحشة للمحروقات، وبأنه جاء بإحالة ذاتية وغير ملزم للحكومة ورأي استشاري. اللي كانوا كيستناو المغاربة هو البت في الشكاية اللي رفعتها الكونفدرالية منذ 2016، هذاك هو اللي يمكن يردع هذا المستوى ديال الارباح الفاحشه، بل حتى درجه على انه هذا التقرير حنا بالنسبه لنا ما كاينش يخص يدار، لاننا نعتبر بانه مجلس المنافسه هو بمثابه محكمه ابتدائيه، وبانه هذا الملف رايج عندها اي تشويش كما كان عند كما كان النوع ديالو فهو تشويش على الجرايات ديال المحكمه. كنقولوا دائما اي قضيه باش كتكون في المحكمه كنقولوا في انتظار بيت القضاء، بمعنى هذا هو القراءه ديالنا بالنسبه للراي ديال مجلس المنافسه، ولم يأتي بجديد، ولكن قلنا حاول أن يطوع أو أن يطبع المغاربة مع الأسعار، خصوصا ملي كيقول بأن الأرباح كانت عادية في واحد الفترة، حنا كنقول ما كنتكلموش على الأرباح الصافية، كنتكلموا على المردودية المالية، لأنه الأرباح يمكن تعطيها صافية كديفيدوند، ويمكن تصيفطها في الأموال الذاتية، يمكن دير بها استثمارات. حنا اللي كنقولوا بانه هذا الشيء كلشي راه تفضح فاش قلنا المردوديه الماليه 60%. فيما يتعلق بلا سمير كنتحدث معاك وانا من داخل بلا سمير، الى حدود اللحظه كل ما هنالك ان الامر مازال واقف، وحنا بالنسبه لنا نعتبر بان الحل ديال الشركه ديال لا سمير فهي امانه في عنق الدوله المغربيه، هي المسؤوله على الخصوصه ديال الشركه ديال لا سمير، هي المسؤوله على ما آلت اليه الاوضاع اليوم، هي المسؤوله على انقاذ الشركه ديال لا سمير. الحدود اللحظه اللي كنتحدثوا فيه مازال الشركه متوقفه، وليس هناك اي قرار للاستئناف او لعوده الانتاج. كل ما نقوله احنا في الجبهه الوطنيه هو نرد على اولئك المشوشين بان الشركه مازالت قادره على استئناف الانتاج، بان خاصها اجل ديال 6 شهور حتى 8 شهور ديال الاصلاح، وخاصها كلفه ديال 2 مليار ديال الدرهم. وتنقولوا لو انه لا سمير شغلت في هذه الظروف اللي كاين اليوم ديال الارباح المهوله المرتفعه ديال تكرار البترول، لكانت حققت ربحا صافيا لن يقل على مليار ديال الدولار سنويا ديال الارباح الصافيه، وهذا الشيء راه يمكن يواجهوا به العمليه ديال الاسعار المرتفعه اليوم لصالح كل المواطنين والمواطنات.